أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من أنت المسؤول الذي تناقش أو التي تناقش هذه الليلة مسألة صناعة الطباعة والنشر في العالم العربي وأيضا أزمة الكتاب أم أزمة القارئ. كنا قبل الفاصل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها عن المنافسة في كل أوجهها، وربما سنركز في هذه المرحلة أستاذ حكمة زين على موضوع المنافسة الإلكترونية. هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها عن منافسة الكتاب العادي للكتاب الإلكتروني، أم أنه نحن ربما نناقش موضوع مازال وهمي غير موجود؟ لأنه هنالك الكثير من الأرقام، أنا لا أريد أن أدخل في موضوع الأرقام لأنه فعلا موضوع محير للغاية، ولكن الأرقام بغض النظر عن دقتها تشير إلى أنه اطلاع الكاتب أو القارئ العربي اليوم على الإنترنت متواضع، وإذا طلع على الإنترنت يطلع للتسلية للترفيه، هو لا يدخل الإنترنت للقراءة وللمطالعة والثقافة. فهل نتحدث عن منافسة حقيقية هنا؟ بالطبع، يعني أنا أولا يعني من أجل يعني الدقة، القارئ ليس بالضرورة قارئ كتاب. القارئ هو قارئ يعني، وبالتالي الكتاب هو شكل من يعني من أقدم أشكال استهلاك القراءة يعني كسلعة من جديد يعني. طبعا عندما أتحدث عنها كصناعة، الآن هناك يعني تقنيات جديدة دخلت، ولا أعتقد أن الكتاب بشكله الحالي متوفر على الإنترنت لنتحدث عن منافسة الإنترنت للكتاب. ممكن أن نتحدث الكتب غير متوفرة، يعني الأمازون.com أو الشبكات العربية التي تبيع كتب دور النشر عبر الإنترنت، هذه تساهم في نشر الكتب أيضا، يعني هي إحدى وسائل التسويق. الكتب ككتب ليست متوفرة بشكل يعني واسع على الإنترنت، وبالتالي الكتاب الإلكتروني ممكن يعني شبه غير موجود من المبكر، فإذا يعني غير موجود. هلا قد يكون هناك نسخ طباع ايضا عبر الانترنت، يعني كما تفعل بعض دور النشر الغربيه، ان كان في استراليا او امريكا او حتى في اوروبا، تبيع النسخه الالكترونيه عبر شراء الكتروني يعني. ولكن الا يوجد نسخ مقرصنه لبعض الكتب العربيه؟ بعض الكتب السجاليه، بعض الكتب المشهوره، لكن وليس بشكل واسع. يعني انا اتحدث عن اعمال محدوده يعني من حيث بالضبط العالم. القارئ الذي اتحدث عنه في العالم العربي على الانترنت، القارئ الالكتروني، هو قارئ سياسي اجمالا او قارئ ترفيهي. طبعا القراءه الترفيهيه عن المشاهير والى اخره هذا حيز اخر. اما القارئ السياسي يعني اللي بيفوت على المواقع مثل الجزيرة، أعطيت مثل، أو غيرها، أو موقعكم العربي، أو موقع البي بي سي العربي مثلا، أو المواقع الكبرى العربية، هذا هو قارئ ينتج، يساهم بالإنتاج. لماذا؟ لأن الإنترنت تستخدم مثلها مثل المجلة وليس مثل الكتاب. هناك حيز من الإعلانات يعني، وبالتالي المدخول من القارئ لا يكون بالدفع المباشر عبر بيع السلعة التقليدي، يعني أنه تدفعي مصاري وبالتالي تأخذين بالمقابل الكتاب. أنت بمجرد دخولك أنت تؤمنين لهذا على الموقع وقراءة به، وممكن إحصاء من دخل يعني من عدد المتصفحين وكم مرة أي صفحات وأي مقاطع حتى، وهذا يؤمن مدخول إعلاني للموقع بالضبط. وبالتالي تأخذ هذه المواقع هذه المعلومات التي تراقب من شركات حيادية، تأخذها إلى شركات الإعلانات وتقول وتقدمها لها وتقول نحن لدينا هذا المجموع القراء، وبالتالي تؤمن مدخولها من الإعلانات. وبالتالي هذا نوع جديد جدا من القراء يعني الذين يساهمون في إنعاش هذه المواقع يعني. يعني لا أعتقد المنافسة، يعني جوابا على سؤالك المباشر، لا أعتقد هناك منافسة لكتاب إلكتروني للكتاب العادي بشكل واسع. إنما بعض الكتب على أمل أن تكون يعني تصفح الإنترنت يشجع القارئ، قارئ الإنترنت، أن يتحول إلى قارئ للكتاب. أستاذ فريد، أنت الليلة في هذه الحلقة بشرتنا بأكثر من نقطة. تحدثت أولا عن حركة لدى الشباب للكتابة وللقراءة، وثم عدت أيضا بشرتنا بأمر آخر، وهو ضعف أو تراجع حركة الرقابة في مصر، وهذا أمر ربما يسعد الكتاب والقراء على حد سواء. أريد أن أطمئن إلى نقطة ثالثة لعلك تبشرنا فيها الليلة، وهي موضوع حماية الملكية الفكرية. هل وصلنا إلى نقطة النضج في هذه المرحلة، وفي هذه النقطة تحديدا موضوع حماية الملكية الفكرية؟ هل بدنا نمتلك آليات حماية الملكية الفكرية، أم ربما نمتلك هذه الآليات ونعجز عند التطبيق؟ والله هو المشكلة في العالم العربي أنه لابد من وجود آليات موحدة، لأنه على سبيل المثال مصر دلوقتي فيها قانون خاص بالملكية الفكرية،
فتجاوز هذا القانون أو عدم الالتزام به هيعرض أي ناشر لمساءلة قانونية أو أي شخص هيسطو على حقوق ملكية فكرية. لكن المشكلة إن إحنا اللغة العربية بيكتب بيها أو بيقرأ بيها 22 بلد، فإذا لم يكن 22 بلد عندهم نفس التشريعات ونفس القوانين هيبقى وارد إن السطو يحصل في أي بلد آخر. يعني المسألة محتاجة إلى نوع من التنسيق العربي، وده المسألة اللي إحنا دايما بنناقشها في اتحاد الناشئين العرب، اللي إحنا إزاي نخلي في منظومة متكاملة لحماية الملكية الفكرية في كل البلدان العربية علشان ما يحصلش مشاكل في هذا الصدد. أنا بس كنت عايز كمان أعلقب على حتة صغيرة خاصة بالكتاب الإلكتروني. أنا متضامن تماما مع كل اللي قيل، وعايز أضيف له أنه إن كلها أدوات للتواصل وأدوات لنقل المعارف، لكن هي أدوات غير متنافسة. يعني الكتاب موجود جنب السينما، جنب التلفزيون، لما طلع التلفزيون قالوا هيقضي على السينما، ما قضاش على السينما، الحاجات دي تعيشت مع بعض. كمان عايز أكد لك أن مصر فيها ظاهرة في خلال السنوات القليلة الماضية أن كتير من المدونين المشهورين على الإنترنت، صحيح. يعني عندنا ظاهرة اسمها المدونين، كتير من هؤلاء المدونين بعد ما انتشروا واشتهروا على النت انتقلوا إلى عالم المطبوع، يعني بدأوا ينشروا حاجة اسمها المدونات، يعني دار الشروق نشرة أكتر من عمل لمدونين. أنا السنة دي على المعرض هنزل أعمال ناجحة على لمدونين، يعني مدون نجح كمدون وبعدين هو نفسه عنده رغبة، وأنا كنشر عندي رغبة إن احنا نخلي ده كتاب، والكتاب بينجح نجاح مختلف ولقراء مختلفين ولجمهور مختلف، لأن جمهور الإنترنت يظل مختلف عن جمهور الكتاب برضو المطبوع. يعني ربما أجيال مختلفة بتقرأ الإنترنت، ربما ناس عندها مزاج مختلف بتقرأ أكتر على الإنترنت. يعني القصة أن أنا بقول أن دي كلها أدوات هتعيش جنب بعض، وربما لهذا من المهم أنك أشرت في بداية هذه الحلقة بأنه لا يجب أن نذهب مباشرة إلى موضوع تقييم مضمون الكتاب لننظر إلى الإيجابيات بأنه هنالك ربما إقبال أكبر على الكتابة والقراءة. أريد أن أسألك، طالما أنك تحدثت عن مظلة عربية شاملة لآليات حماية الملكية الفكرية، هنالك من يتحدث عن ضرورة أيضا أن يكون هنالك إصدار عربي شامل لكل الإصدارات العربية. حتى الآن مثلا أنا كقارئة عربية لا أعرف ما هي الإصدارات الجديدة في مصر، ربما لا أعرف ما هي الإصدارات الجديدة في سوريا، فهل ممكن أن نصل فعلا إلى مرحلة يكون هنالك دليل شامل عربي؟ والله فكرة جميلة، وخلينا نناقشها. احنا عندنا يعني لم تناقش حتى الآن العرب. لا انا يعني انا متصور اصبح لدي انا حق الملكيه الفكريه لهذه الملكيه الفكريه. لا وانا متصور كمان ان الجهه اللي ممكن تقوم بده بشكل كويس وعلى الاقل من حيث تنسيقه هي اتحاد الناشئين العرب، ربما مع الجامعه العربيه، يعني يقدروا يلعبوا دور في نظم الحكايه دي. وانا اعدك بان انا هطرح الفكره دي في الجمعيه العموميه لاتحاد الناشئين العرب اللي جايه باذن الله. تطرحها مع حق الملكيه الفكريه لي؟ مع حق الملكيه الفكريه ليكي طبعا.